يتابع فريق مؤسسة حياة كريمة مجموعة من المشروعات التي تتم في مركز قوس بمحافظة قنا، وذلك في أكثر من قطاع في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أعلنت المؤسسة أنه تم إنجاز نسبة كبيرة من وحدة التضامن الاجتماعي بقرية العيايشة، وكذلك الوحدة التي يجرى تنفيذها بقرية الشعراني. وفي القطاع الطبي اقتربت مرحلة تسليم وحدة طب الأسرة بقرية المفرجية، وكذلك المركز الطبي بقرية حجازة قبلي، حيث وصلت نسبة الإنجاز لنحو 70%، فضلا عن الانتهاء من مشروع نقطة الإسعاف بقرية جرجوس.